مع كل محاولة للنظام لتضييق الخناق على حي الوعر في مدينة حمص، يثبت أهالي الحي قدرتهم على مواجهة النظام ومساعيه للنيل من إرادتهم. زراعة حدائق المنازل والساحات العامة هي آخر الحلول المبتكرة لمجابهة الحصار المفروض على الحي منذ 3 سنوات، عن طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضروات بمساعدة المكتب الخدمي في الحي. الأشجار بحيوان أو المزروعات بيستفيدوا منها عموم الأهالي، الخدمات بيقدمها مثل الخدمات بمجال الزراعة مجانا، لا يتقاضى أي أجور أو أثمان من الأهالي بخصوص العمل الزراعي. في شريحة واسعة عم تستفيد من الشتول ومن الغراس. على الرغم من منع قوات النظام دخول بذور النباتات من خلال قوافل المساعدات الإنسانية، لجأت العائلات بمساحات لا تتجاوز عشرات الأمتار لتحقيق اكتفائها الذاتي بزرع أنواع من الخضار نجحت أصناف منها وفشلت أصناف أخرى. فنحن هون زارعين حديقة بحي الوعر، يعني أرض صخر، نحن بدنا نجيب تراب من تحت من البساتين، نجيب شوية تراب، يعني عندنا هاي الأرض يعني صغيرة، لو بتأدينا تأدي علينا، نحن 7 أشخاص شو بتأدينا؟ يعني كل شيء أيام بينجح أيام بيفشل، مثل البندورة نحن ما عندنا نجحي، البطاطا ما نجحت، والنخي نجحت عندنا النخية والذرة والباذنجان. 3 سنوات من الحصار لم يفلح خلالها النظام إلا بترميم إرادة أهالي الحي، بعدما عايشوه من قصف ومجازر لحقت بالحي الوحيد الخاضع لسيطرة الثوار في مدينة حمص.